دلوقتي قدر مقدم استرفاق حميد جيت من مراكش أسد. السلام الكريم، مرحبا بكم. آخر نهار في معرض الفرس. تفضل قدم حالة استرفاق، تمنوا لي السلامة والتيسير. هذا بي وسيري هذاك ديال المقدم ابراهيم النصيحي غادي تقول ميم واد النور. نصرف المقدم ابراهيم النصيحي. السلام عليكم السلام والتيسير. حبيبنا كينوب عليه الصديق ديالو. كينوب على المقدم ابراهيم النصيحي. ثانية. ابراهيم تاكد المرتبه اللي حتى خلالها الطاقه الشجاعات ديالكم المشاركين. اليوم هو فقط مباراه استعراضيه، ما كاينش ديك الضغوط ديال البارح على المشاركين. والآن الدور ديال السربال تيقدر يقدم شرف الدخلاوي عن جهة مراكش أسفي. شرف البحراوي تمنوا لي السلامة والتيسير. عاود وحدة عمر خيري شد شد بعد عبد الله بعد شرف البحراوي اللي كينوب عليه الصديق ديالو. الصربة ديالو قدم شرف البحراوي اللي كينوب عليه الصديق ديالو. الجمهور تيلاحظ بأنه هاد الصربة اللي كانوا يشوفوا البارح شوفوا المستوى ديالو غير بعض الخطأ بسيطة تمشي لك المرتبة الأولى. البارود ما فيه ثقة في الحقيقة. الطاقة الممتازة ديال شرف البحراوي يمكن في جهة مراكش أسد. 12 إذا انتهت السلسلة الأولى بالبارود. لحظات الأسرة متوحشة تبدأ السلسلة الثانية بالبارود. الآن ندخلوا السلسلة الثانية من البارود. هذا بقى هذا هلا شا هل
ماشي كله السلام عليكم. الآن مع الحلقة الثانية والبداية مع الصبر كيقدر نقدم البعد بديع عبد الجليل عن جهة بني ملال خليفة. يا بني هبت أبوي وعمر أنا الآن الصبر تقدم عبد الجليل بعد بادي وقال خلي شد شد وعي وقال والآن عند خط الانطلاقة السربونتي قدر مقدم رضوان شاكير عن جهة الدخلة والذهب. الآن السربونتي قدم رضوان شاكير شمال الرسالة موتشي السعر. بسم الله هل غادي يا غادي حب الله 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 كساء واحد عزال عمر هاي شد شد أربط أحطيه أحطيه والآن دور ديال الصربال التي قدم مقدمه حسن مرادي عن جهة بولميم والنون. مع القرصات المقدم حسن مرادي دخول السرباد المقدم محمد صليح عن جهة الدار البيضاء ستات والمحاولة الثانية بالبارود. الآن مع السرباد المقدم محمد صليح من جهة الدار البيضاء ستات تمنوا لي السلامة وتشيزي رجعوا
والآن مع السربارتي قد نقدم السبار بوشعيب من جهة سوس ماسة. الآن سوف تقدم السبار بوشعيب من أولي السلام وتشيسي حفظ الله تبارك الله الناس كتحب البارود تبوريده تبارك الله تبوريده عفوا محبوبة الجماهير بزاف تبارك الله ومازال كاين تبارك الله الجمهور على برا نوريكم تبارك الله شحال ديال الناس والان مع السربالتي قد نقدم السرباق حميد من جهة مراكش اسفي أمامنا استرفاق حامل جمنوا لي السلام وكسي هذا تجري وانكا هاي شد شد وانكا كتشامي تفاعل مع القصر صاحب المرتبة الثانية ومنافسة الجائزة الكبرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفوت لهذ السنة مقدم الناصح إبراهيم عن جهة كل ميم واد النور صديق ديالي تمنى لي السلام و تشيسي الجمهور الكريم اليوم الحد راه غير عاطينهم يلعبوا يعني اليوم الاخير عاطينهم يلعبوا يعني غير يلعبوا فيه وصافي الشيء اللي كاين يعني المباراه سالت المباراه سالت البال غير يلعبوا فيه كيف مش الجمهور تبارك الله راه حمزه
اخويا غير مقصرين. جمهور كريم واش النقل هو هذاك مزيان حساب ديكالاج ولا شي حاجه مزيان هادشي. والان مع شرف بحراوي عن جهة مرات كوش أسافي شرف البحراوي تمنوا لي السلامات شي سير هنا عمر خي شد شد فعل عبد الله دان بوم شرف البحراوي الشامي كيتفاعل مع القرصة والآن غتبدا السلسلة الثالثة والأخيرة بالنسبة للمجموعة والبداية مع الصربة التي قدم تقدم البعبادي عبد الجليل عن جهة بني ملال خنيفرة والآن الصربة تقدم البعبادي عبد الجليل عليه الأخ وكا في شد شد هاري وكا طوم الآن قد استمرت يقدم تقدم رضوان شاكير عن جهة الدخلة والذهب والآن صربة تقدم رضوان شاكير شامل يوم وجد لي القربة أنا عدت تصور هنا بتشامي بتشامي أنا
قولوا هذا قولوا هذا هنا يا حسن مرادي الجد كل ميم واد النور والان سوف نقدم حسن مرادي شكون ولي السلام وتشي عن جهة الدار البيضاء الصطاد عند خط الانطلاق الآن نستربات يقود المقدمة محمد صليح الآن نستربات يقدم محمد صليح شمال ربي السلام وشي السلام
والان مع الصربالتي قدم مقدم الصبار بوشعيب من جهه سوس ماسة الطبقه الثالثه والاخيره بالبارود. والآن مع الصربات ديال المقدم صرفات حميد من جهة مراكش أسفي. أرسلوا وأعملوا الجمهور الكريم وستوش مشى يا أبي دابا مزيان دابا أبي وسرع وتسرعي وأركع وي حميد الصرفة سلام الجمهور الكريم وستوش مشى قال لي شي واحد قال لي ستوش ما كاينش صاحب المرتبة الثانية منافسات هذه الدورة الدورة الخامسة برسم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتوريدة ويتعلق الأمر بالصربات ديال الناصح إبراهيم عن جهة قلميم واد النون. والآن صربات مقدم الناصح إبراهيم اللي كيفوز على المرتبة الثانية الميدالية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. قدم الناصح إبراهيم كينوب عليه صديق دياله. تمنوا لي السلام وتشي السير. كاهل منزل فايل هدف فهمي كل مرة تنشي اخر صربه عن هذه المجموعه الاولى وهي الصربه التي قدر تقدم شرف البحراوي عن جهه مراكش اسفي. والان الصربه تقدم شرف البحراوي اللي كينوب عليه الصديق ديالو. عاود ربي عاود واحد من راس انا راس اش كدير
بعد واحدة واحدة عمر هاي شد شد بعد حمد الله شد جد اختتمت المسابقة الخاصة بالمجموعة الأولى بعد لحظات في المجموعة الثانية والمتكونة أيضا من تسعود ديال السرباط. نذكر بأنه من بين هذه المجموعة هناك السرباط ديال الحسناوي دحمان عن الجهة الشرقية الفائز بالجائزة الكبرى لصاحب جلالة الملك محمد السادس، وكذلك صاحب المرتبة الثالثة عزيز الفاتحي عن جهة بني ملال حنيفرة. إذا لحظات غنفتح المجال للمجموعة التالية. شكرا للزميل الأستاذ سي محمد أكبر على هذه الفسحة الجميلة وعلى هذه العروض. الحمد لله اليوم تنشوفوا خيول في المستوى، تنشوفوا الأسلحة في المستوى، كنشوفوا فرسان اللي مزينين بألبسة تقليدية دائما. هذا الشيء مرتبط يعني بالكنوز التراثية المغربية، ما فيها باس إلا تحدثنا شوية بين ما تلتحق المجموعة الثانية. فجاء ورد في غناء العيطة، كنسمعوا واحد المفردة ديال السناح وتسنح وتسنحت، دائما كنسمعوها واردة بعض الأغاني ديال العيطة. هنا الأمر ماشي سذاجة ديال الناظم ولا ديال الشاعر باش يستعمل المفردة اللي تكون بينة وواضحة. هنا تيتكلم ما كيتكلمش على أسلحة ديال القتال، بل كيتكلم على أسلحة ديال التجهيز. السناح هو تجهيز ديال الفارس وتجهيز كذلك ديال العود. فمثلا كنت قلت واحد الشجرة بالأمس، واحد الشجرة كتعلق تاريخيا بالفترة ديال المولاي إسماعيل، وملي كندور على الفترة ديال المولاي إسماعيل كنلقاوها واردة في واحد الحبة ديال العيطة. شوفوا سيدي حتى من علامو كاس يعودو. عفوا تنتكلم على شجرة أخرى وهي ديال وردة قلتها بالأمس ديال عيطة الواد الواد. شوفوا سيدي حتى من علامو كاس يعودو. هنا الشاعر كيوصف لنا كيفاش كان السلطان مولاي الحسن تركب فوق صهوة، لأن العرش ديالو كان على صهوة جواديه، وكان كيتنقل من منطقة لمنطقة من الشمال إلى الجنوب وإلى الشرق. وجات هذه الصورة شافها الشاعر ووثقها كون أن السلطان كان كيحمل العلام ديال البيرق كما كيتسمى، وهذاك العلام يعني تيتدلى فوق الحصان، وكتبان ديك الصورة البهية والجميلة. ولكن غادي نرجع للمصطلح والمفردة ديال سنحتوه ما سنحتوه سلاح. هذا قلت ماشي كتتعلق بأسلحة ديال القتال أكثر ما كتتعلق بالألبسة، بالسروج، بالسكين، بالسيف، بالعمامة، بمجموعة من الملابس ومن الأزياء اللي كتتعلق بتجهيز الركوب. مثلا غادي نشوف واحد كلكم كتعرفوا لانكم كلكم ابناء البنيه. مثلا شوفوا البيضه الى تسنحت، هنا كندور على البيضه على اللون الابيض، وكان الامر يتعلق بالمراه. والى تسنحت يعني الى لبست لباس تقليدي الجميل، كان واحد الفرح واحد العرس ودارت التكشيطه والقفطان والقطيب والبرغه والشربين. هذه هي شوفوا البيضه الى تسنحت بحال البرقي، سلحوا مولاه وداه الجماعه يتعنى به. بمعنى اننا نتحدث هنا عن الزينه والتجهيز ديال الفرس، ولكن هذه المقاربه كتعطي للمراه واحد المرتبه عاليه جدا كون ان الشاعر وصفها بالفرس وبالجواد. اذا تحيه لكل مرأة، تحيه للفارسات، تحيه للفرسان. فانا اتحدث عن الامهات ديالنا اللي باقي محافظين على اللباس التقليدي والازياء تقليدية، على القفطان وعلى التكشيطة وعلى القطيب وعلى الشربين. فهذا هو التراث وهذا هو ثقافتنا الشعبية. دائما غنمشي غنعطي واحد الحبات أخرى اللي كنت تحدث عليها ديال عود القدم سنحو بخاري. هذه الحبات هذه جات في العيطة، ولكن خصنا نفسروها. تاريخيا جيش البخاري تكون في عهد السلطان مولاي إسماعيل، وعود القدم
هو العود اللي كيكون يعني في المحلة السلطانية ويقال بالسلطان. إذا هذه الحبة وثقت لنا فترة تاريخية وعطاتنا العود ديال الكذا. فإذا الغناء الشعبي خصوصا في العيطة يوثق للتاريخ وللأحداث. ونزيدكم شي حبة أخرين، الخيل قليلة حافزة العدو، شوف الحمراء إلا تسلحت كيف البرقي يسلح مولاه والدال العنفة يتعنى به، خيل العشية جايبة الهدية، الخيل الخيل تعرقيبة الشاوية. شكرا السي فردوس على هذا الحيطات، شيء جميل جدا. ونذكر بأن المجموعة الثانية اللي غتمر لكم بعد لحظة تتكون من الصربات التالية. هناك الصربة التي يقودها المقدم عزيز الفاتحي عن جهة بني ملا الفريفرة، الصربة ديال نوس حمزة عن جهة سوس ماسة، الصربة ديال بوكو محمد عن جهة العيون الساقية الحمراء، الصربة ديال كريشي البشير عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، الصربة ديال بوخليق عبد العالي عن جهة درعة تافيلات، الصربة ديال الفائز بالجائزة الكبرى لصاحب جلالة الملك محمد السادس للتبوريدة الحسناوي دحمان عن الجهة الشرقية، الصربة ديال هشام النسمة عن جهة الرباط سارة القنيطرة، الصربة ديال بندهاج عبد الملك عن جهة فاس مكناس، وأخيرا الصربة ديال ماهر البشير عن جهة الدار البيضاء سطات. وبداية مع الهدى وتتقدم أمامكم الصربة ديال المقدم عزيز الفاتحي عن جهة بني ملال حنيفرة. ذكر بأن عزيز الفاتحي واللي احتل البارح المرتبة الثالثة. والآن صبر نقدم عزيز فتحي مراقب بشخو جميع السلام والشسام. الدور الآن ديال الصربة ديال المقدم النوس حمزة عن جهة سوس ماسة. الصربة المقدم النوس حمزة نتمنوا له السلامة و الشفاء. أمام هم الله دو الخير دو الخير
والان الدور ديال الصروات يقدر نقدم بوكو محمد عن جهه العيون الساقيه الحمراء. والآن مع الصباطي قدر نقدم الكريش البشير عن جهة طرجة طوال الحسيمة. والآن مع الصربات ديال المقدم بوخليق عبد العالي عن جهة الترعة تافيلال. بسم الله عمرايا الآن الصربة تقدم بوخليق عبد العالي جميل السلام وتشسر وامالي حافظ ربي احدى احدى الارض علي وارفع خويا حبيبي دخل عادة ثانية
واحد تحية الله الله والآن معكم الثروات ديال المقدم حسناوي دحمان عن الجهة الشرقية. المرتبة الأولى نذكروا بأن هذه الصربة هي اللي فازت بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريطة. هنيئا لكم، العرض اللي قدمته المستوى جيد. والآن تقدم الصورة التي تستعد باش تاخذ الانطلاقة الآن دائما مع الهدى. نذكروا هذه المجموعة الثانية في هذه الصعود ديال الصربات. هذه الصربة اللي أمامكم الآن هي الصربات ديال تقدم هشام النسمة عن جهة الرباط سناء القنيطرة. هشام نسمة سلام وتشسي جديد سلام عاد واحد تحية الصربة الآن علاقة هي الصربة ديال المقدم بانتهاج عبد الملك عن جهة فاس الكناس.
العمر لصق سلامك شي لا تعليك اخر هدا مع التصرف اللي امامكم الان ديال ماهر بشير من جهه الدار البيضاء اسطات يا بني صرا قدم ماهر بشير كينوب على الصديق ديالو شنو لي بعد الهدى الآن غتبدا المسابقة بالبارود دائما مع المجموعة الثانية والبداية مع الصربال تيقود المقدم عزيز الفاتحي عن جهة بني ملال خنيفرة هذه الصربال اللي احتلت الصف الثالث في هاد المباراة النهائية أنا صربال تقدم عزيز الفاتحي الملقب بالجغر أتمنى له السلامة وشي سلامة كان Come on.
هذيك ابو تشامي. ودخول السرعات قدم النوس حمزه عن جهه سوس ماسه. انا صدق نقدم النوس حمزه تشمل السلام وتشيسي. محمد الله شنو خير؟ حظ الانطلاق الان السروال ديال المقدم بوكو محمد عن جهه العيون الساقيه الحمراء. الان سوف تقدم بوكو محمد شنو هذا السلام وتشيسي. والآن سرعات القدم قدم الكريشي البشير عن جهة طنجة تطوان الحسيمة. وزيد وباش قدم قدم الكريشي البشير السلام وتشيسي. تعلم تعلم دخول الآن السربارت قدم مقدم بخلط عبد العالي من جهة الدرعاء احتفلات. ترانسفورم
بسم الله يا مرايا اشد شويه ليلي و مالك دخول ارس الصرباط يقدر نقدم حسناوي دحمان عن الجهه الشرقيه. حسناوي دحمان الفائز بالجائزه الكبرى لصاحب جلاله الملك محمد السادس لهذه السنه. والآن مع بندهاج عبد الملك عن جهة فاس بكناس. والآن سوف نقدم بندهاج عبد الملك شنو ولا سنة ماتشي سنة كعد عمرو هاي شد عاود كعد كيف أخويا ركب هاي يمسني عفوا نقدم هشام نسمة هشام نسمة هشام بندياج 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 الله هشام نسمة شو بدي في الميتر أبني هشام نسمة عاود اللي مبوت شامي إذا اللي أمر أمامكم هو هشام من نسمة عن جهة الرباط سلا القرية الكبرى. هشام هو هذا. عفوا الصرب اللي كانت أمامنا. قدم بندهاج. معنا نقدم هشام من نسمة.
والان دخول صرات قدام المقدم بانتهاج عبد الملك جات فاس مكناس هشام نس ما ولد هذا هو بانتهاج عبد الملك عارف الصوت شو جمهور كريم صرب الامن الان مقدم ديالها بانتهاج عبد الملك اللي كانت قبل ما تصرب كانت صربت المقدم هشام النسمة والان مع الصورات قدام المقدم ماهر بشير عن جهه الدار البيضاء سطات قدم ماهر بشير ينوب عليه الصديق ديالو سلام وتشيسر صافي 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 قربوا من حالهم سير تمشي صافي بلادي هذه راه تشاتشه واش شوفي بقات شنو وقف لا نين متخدم انا تخدموا في الليله اذا انتهت السلسله الاولى بالبارود لحظاتها تبدأ السلسلة الثانية بالبارود دائما مع المجموعة الثانية اللي شاركت في هذه المنافسات ديال الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ديال تبوريدة اللي عرفت هذه السنة الدورة الخامسة في إطار منافسات معرض الفرس الجديدة والآن دخول السربان ديال عزيز الفتيحي عند جهة بني ملا الخنيفرة السربان هذه اللي احتلت الصف الثالث فهاد التظاهرة قال لك بعد
لا بعض القرصات كيكونوا مزيانين بعض المرات وما كتفاعلش معاهم ما كاينش اللي كيستاهل شي حاجه كتعطيه انا بعدا راه كندافع على الحسن ياس دخول الان سترواتي يقدر نقدم النوس حمزه عن جهه سوس ماسه امال الله قدم النوس حمزه شنو اللي سالا ماشي ثاني يعني خي شد شد قعد هرو مرو احافيري هو قدم النوس حمزة هادي هذا هو الكاب خذ المحك خصك تركز عليه تاو ما هادي تاو دخول الآن استرفالتي قدر نقدم به بوكو محمد عن جهة العيون الساقية الحمراء أنا صعب تقدم بوكو محمد شنو لي السلام و تشيسير شنو تحتاجين لا هاي حفظ شدو الخير كاحل زال اي شد اجل احافيد عن جهه طنجة تطوان الحسيمه الان السرعه ديال المقدم الكريشي البشير Thank you.
هذا حكيم هذا حكيم هذا حكيم هذا حكيم والآن سوف نقدم عبد العالي بوخلاق تمنوا لي السلامة وتجزير. والآن مع الصربات يقدم نقدم بوخلاق عبد العالي عن جهة الضرعة تافيلانت. جمهور الكريم كاين معنا واحد تبارك الله واحد العود أزرق تبارك الله بسم الله الفحل ذهب تمنوا لي السلامة وتجزير بوخلاق عبد العالي. واحدة واحدة الله يرضي عليك. واه علي حافظ ربي وارفع هاي وارفع ها جمهور الكريم سرق يسام فحل ذهب تبارك الله ميلانو هشام على هشام عند خط الانطلاق الآن الفائز بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للطبوريدة لهذه السنة. يتعلق الأمر بالصربات ديال الحسناوي تحمان عن الجهة الشرقية. صباح الخير الحسناوي تحمان تمنوا لي السلامة وتجسير. واش من الله؟ هاب الله السلامة. واش من أخويا الخال؟ والآن دخول الصربات يقدر مقدم هشام النسمة عن جهة الرباط سلا القنيطرة. هشام النسمة سلا القنيطرة عمرو هاي شد عود شد
والآن مع الصربات يقدر نقدم بانتهاج عبد المالك عن جهة فاس مكناس. والآن مع السرباتي قدر نقدم ماهر البشير عن جهة الدار البيضاء ستات. الآن سوف نقدم ماهر البشير في نوب عليه الصديق ديالو. يا بليغ! تمنوا عليه السلامة وتشيسك. Hey, Selena.
هرب مازال تواصلنا ابو تشامي تبارك الله عليك والله حفظك السلسلة الثالثة والأخيرة بالبارود والبداية مع عزيز الفاتحي عن جهة بني ملال الخنيفرة عزيز الفاتحي هو اللي احتل المرتبة الثالثة في هذه التظاهرة اللي هي برسم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتغوريدة قدم العزيز الفاتحي الملقب بالجلالة سيدخل عدج أسطورة تشوي أسطورة أسطورة قال أساطير خويا ياسين أعطيني شي كلمة في حق بوتشامي بوتشامي رجل كريم يحب البارود امامكم الان صبرت يقدر يقدم الناس حمزه عن جهه سوس ماسه الروح ما كاينش سوس كنقول مسوس والله 20 هما دخي 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 عن جهة العيون الساقية الحمراء الصباطي قدر المقدم بوكو محمد والآن الصباطي مقدم بوكو محمد تفهم السلام Thank you.
كندخل الان الصفات ديال المقدم الكريشي البشير عن جهه طنجه تطوان الحسيمه. انا صفات المقدم الكريشي البشير نتمنى له السلامه والتيسير. شكرا لك علاش تحيه لكم. ناس الحسيمه ناس طوان من طنجه للقويره تحيه لك. بحال دابا تصربوا كاين جبان قدم جبان حتى هو بحال هذاك تفقد عندهم شويه تما كتبغينا دابا هاد الناس بحال دابا هما اللي كيبدلوا في المنطقه ونتمنوا من الله تما الناس تطوان يديروا الخيل ولا زيت طنجه كاين الشربه ديال طنجه كاينه وكاين بحال حسيمه بحال شي خير قليل اسمها بزاف نتمنى من الله تما يديروا بحال كازا بحال فقيم الصلاح بن بلال مراكش عبده دكالا الحق المملكه الا النواحي ديال تطوان والحسيمه ما عندهمش اهميه في تطوان. دور الان ديال السربان في قدم خدمة عبد العالي بوخليط عن جهه السرعه سافيلات. كلهم كيتبوردوا الناس ديال سي قاسم ناس ديال قنيطره ناس ديال قنيطره حتى هما تحياتي لهم تما تكون عندهم خير ناس الرباط عندهم خير ناس سله ناس سميره وجنيقه محمديه. انا طلع اسم محمديه بديت من محمديه بديت من محمديه انا ولد محمديه وبنت محمديه والحمد لله. نشكرك السي يوسف. الله يجازيك بخير. بسم الله. المرايا. وهذا لي حافظ ربي. اوووو البحر. هاي. محمديه وانا وياك وعلى الله ومسكين اللي كان غادرنا ومشى لكندا الله يسهل كرهنا شي كنا نتفرج فينا السي عبد الله ودار ما جبدناش في هذا اللايف. جبتو البارح؟ جبتي البارح كنجبدو ديما على الله واللي يكون في علمكم على الله والدري كان كيكون معايا سابقا عبد الله ودار كيدعيو معاه راه مشى لكندا فيسهل عليه ويسهل على الجميع والحمد لله لقينا ولد فهد الاصيل ولد عمتي يوسف مجد الاصيل ولا بزاف اللي يقول لي فهد الاصيل لقينا ود عمتي سميتو مجد الاصيل ود فهد الاصيل ود عمتي على الله كان سلطان كان فهد سلطان حاج عزيز عليه سلطان هو بزاف ديال عمو ولا الزيريت كيموت على السلطان هو العقل ديالو هو السلطان عزيز عليه عزيز عليه خيل كامله دودور عزيز عليه شاميخ عزيز عليه خيل كامله ولكن هو العقل ديالو الدور الان هو ديال الصربه اللي فازت بالجائزه الكبرى لصاحب الجلاله الملك محمد السادس التبوريضه في دورتها الخامسه ويتعلق الامر بالصربه ديال الحسناوي دحمان عن الجهه الشرقيه. عندهم تسجيل زوين ديال التراب باش الله سي زوين الناس يستحقوا الذهبيه علاش يستحقوا الذهبيه قاسوا وعانا ودخلوا القلوب المغاربه للبيوت ديالهم وفرحوا بهم جميع الناس فرحوا بهم المغرب كامل العالم كامل فرح بهذه الصربه هذه باللبس ديالهم بالخيول ديالهم بكل شيء ليهم تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه صراحه يستاهلوا الذهبيه يستاهلوا على الجداره والسحقه المقدم ديالهم تبارك الله متواضع ركابه ظريفين بزاف
تبارك الله، الله يسر الامور. الصحة ديالك اجي اشطا اجي اشطا اجي اشطا. تحية للمتابعين ديال ياسين تشمكة، اصلا انا واحد من المتابعين من هاد 10000 و20000 واحد اللي عنده في لاباج ولا في اكثر. الدور الان ديال السباتي غادي نقدم هشام نسمة عن جهة الرباط سلا القريطرة. كيضحيو من اجل التبوريدة واجل انهم يعطيو واحد الصورة زوينة للتبوريدة ويوصلوا هاد التراث العالمية. ياسير كيضحي من ماله ومن وقته. تحية للصديق ديالو ولد خالته ولد عمتي، هو موق عمتي با خالي با خالي. الله يستر. اول مرة بلاش عندك لاباج ديالك المهم فيها 100,025. الله يسهل. كتعجبك الصفحة ديال ياسين تشويكة؟ خويا ياسين، أول حاجة السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم بمعرض الفرس. كان لي أول لقاء مع الأخ ياسين الملقب بمول تشويكة. تشويكة مزيانة حلوة. لا مزيانة مول تشويكة ولا تشويكة؟ لا يا سيد تشويكة. أنا راه كي ملقبينك يقول لك راه ماشي تشويكة، ترى شوك اللي قلب عليك رد رد فيه. ياك لا لا تقول لي راه ماشي تشويكة، ترى شوكة واللي قلب عليك رد رد فيه. لا تبارك الله عليك، شخصية طيبة وشخصية مهورية وبوهالي. أنا صراحة دوزنا مع أوقات جد رائعة الحمد لله. يعني معرض كانت في اجواء جد رائعه الحمد لله، وتبارك الله على الجميع واستمتعنا مع الجميع. وكلمه نقولها في حق اخويا ياسين تشويكه، لا هو للاخ الاخ يوسف، صراحه ما شفنا منهم الا الخير في داخل معرض الفرس. يعني كندخل المحرك باللي ما كنشوفهمش كنحس بشي حاجه ناقصه، يعني الروح ديال المحرك ما كايناش. فبارك الله فيكم والله يكثر خيركم وشكرا لكم بزاف والله يسهل عليكم. وكنقول للمشاهدين والناس ديال التبوريده تهلاو فيهم، راه مجهودات كثيره اقسم بالله. عرفتي البارح بلي كانوا في التتويج، عرفتي شحال ديال الناس كيقولوا لي صورنا، واحد الوقيته كنحس به غيطيح. مسيره موفقه يا كاين هادشي. الله يحفظك. لا هذا زيادة هذا. الله الله جمهور كريم، اخر صرب القاش معنا صربت المقدم الماهر بشير اللي كينوب عليه الصديق ديالو، نتمنوا له السلامه والتيسير. اخر صرب القاش السياسي صرب تقدم الماهر بشير. بشير ماهر والعقوبه العام الجاي ان شاء الله صواب اللي كاينين دابا. صراحه ولفنا هنا بزاف، اجواء جميله جدا في المستوى. والان مع الصفات يقدر نقدم ماهر بشير عن جهه الدار البيضاء اسطاد. هبط ربي وكحل هاي وكحل بهذا الطلقة. إذن تختم هذا العروض التقنيات بمناسبة اختتام منافسات الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التواردة، واللي أعطت هذه السنة النتائج التالية: الفائز بالجائزة الكبرى الثروة ديال المقدم الحسناوي دحمان على الجهة الشرقية، اللي احتل المرتبة الأولى أمام إبراهيم الناصحي عن جهة قلمي مواد النون، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب الفاتحي عزيز عن جهة بني منا. شكرا للجمهور الكريم
على التشجيع ديالو وكان كان السلطات باش يرتفع المستوى. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله.